عائلات وأبناء من مختلف الفئات العمرية، الكل شهد مراسم افتتاح حديقة الاستقلال وسط مدينة أم البواقي بعد إعادة تأهيلها لتكون فضاء يمنح الهدوء وأجواء المتعة. باسم المجتمع المدني نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الوالي وللسلطات المحلية على هذه الالتفاتة، أدامها الله علينا وأعانهم. نتمنى من فقط من العائلات والشباب أن يعطوا للحديقة هذه حقها وأن تكون مكسب للبلدية والولاية معا. حديقة وفيها كل عشية نجيو لهنا نلعبوا، فيها واء نقي، داروا لنا فيها الماء، فيها ولاية أم بواقي. حاليا الحمد لله عندهم أكثر من مرفق افتتحهم السيد الوالي جديد على غير حديقة الشهداء سابقا، حديقة صنوبر، والآن الحديقة الاستقلال، وما زالوا حدائق أخرى راح يفتحهم السيد الوالي مستقبلا إن شاء الله. الأماكن فهي المتنفس الوحيد للعائلات خاصة في الفترة الليلية، ونحن ككشافة إسلامية جزائرية من بين مبادئنا المحافظة على البيئة، فالكشاف يحب النبات ويرى في الطبيعة قدرة الخالق. في غضون ذلك والي الولاية أشرف على افتتاح الحديقة وسط حضور مميز لمختلف الفعاليات النشطة. إن شاء الله ستكون هناك متنفس كما قلت لكل العائلات على مستوى ولاية أم البواقي، كذلك ستكون هناك ألعاب ستوضعها في هذه الحديقة في الأيام القليلة القادمة. ساحة الاستقلال قمنا بإعادة تأهيلها وكذلك التدخل على مستوى المساحات الخضراء وكذلك مساحات لعب الأطفال، والحمد لله راي درت كما نقولوا جابت ناس بزاف الله يبارك جاوا باش يتمتعوا بالفضاء هذا إن شاء الله. الحديقة وبعد مدة من غياب الاستغلال العقلاني ها هي اليوم بحلة جديدة لتكون وجهة ترفيهية للأطفال ومكان للتسلية.